مرحبا، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة على ستريم يارد. اليوم بدي أعلمكم شغلة جديدة نزلت على ستريم يارد سريعا جدا. زي ما أنتم شايفين تحت في الشير كانت هاي بس شير بطن، بتطلع لك اللي هي شير سكرين اللي هي إحنا كنا بنعرفها الثلاث شغلات هاي، لكن هلأ في شغلة جديدة نزلوها اللي هي فيديو فايل. بالفيديو فايل تقدر تعمل شير لفيديوهات، مثلا نحكي واحد وبطلع معك استوديو بتقدر تشيله، بتقدر تعمل اثنين. زمان كان تقدر بس تعمل واحد، مثلا هذا التالي زي ما انتم شايفين، وبقدر اغير بينهم. مثلا بدي ادخل هذا اغير طبعا الكواليتي صارت احسن في الستريم، وبقدر بقدر اوقفه خلال الحكي واعمل عليه كومنتس وانا بحكي بنفس الاشي كيف كان زمان بالشير سكرين، نفس الحركات. بقدر اغير الثاني وادخل الثاني وخليه يلعب. كل هذا الحكي بصير زي ما حكينا بكل سلاسة وسهولة. هذه الحركة الجديدة اللي نزلوها عشان تسهل عليك انك تعمل. طبعا هذا شو اللي بيختلف عن موضوع البراندز اللي موجودة هون. في البراند زي ما انتم بتذكرين يا جماعة، هدول فيديوهات انترو واكزت مثلا، بس بتكون قصيرة شوية، بيشترط فيها حجم معين ومدة معينة. هون ما بيشترط الحجم ولا المدة، فبتقدر تعمل شير، وخاصة للفيديوهات اللي ما بتعملها شير دائما. فهاي الفيديوهات بتكون مثلا مرة بدك تعمل لها شير، هديك بتكون كل أسبوع أو كل ما تطلع بدك تعمل لها شير وتستخدمها. فهذه بالمختصر الاكتشاف الجديد. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. إذا استفدتوا من هذا الفيديو وشفتوا اللايك لايكوا، وإذا شفتوا الشير شيروا، وإذا شفتوا سبسكرايب سبسكرابوا، ونراكم في حلقات قادمة. والسلام للجميع. تنسوش جرس التنبيهات يا جماعة.